أسعد الله أوقاتكم. حان موعد نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، أخبار على الطريق. أهلا بكم، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. انتخابات المجلس التشريعي المصري، والغلبة لمن؟ زيارة أمير قطر لموريتانيا بدأت بحفاوة وانتهت بطرد. إيران وتشغيل محطة لتخصيب اليورانيوم وإعدام جاسوس أمريكي. تعاون سعودي قطري بمجال الدفاع المدني وحظر الممنوعات. إصابة 11 مراقبا عربيا في سوريا بجراح. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. تشهد مصر بدء دورة إعادة المرحلة الأخيرة للانتخابات التشريعية في البلاد، إذ يجري تصويت لانتخاب أعضاء مجلس الشعب المصري في 9 محافظات مصرية من بينها سيناء. واستطاع حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين أن يحصد النتائج لصالحه بحصيلة 65% من أصوات الناخبين منذ بدء الانتخابات في 28 من شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي. تشهد مصر بدء دورة إعادة المرحلة الأخيرة للانتخابات التشريعية في البلاد، إذ يجري تصويت لانتخاب أعضاء مجلس الشعب المصري في 9 محافظات مصرية من بينها سيناء. واستطاع حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين أن يحصد النتائج لصالحه بحصيلة 65% من أصوات الناخبين منذ بدء الانتخابات في 28 من شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وجه كاهن انتقادات حادة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في عظة له بكنيسة السيدة العذراء مريم بمصر القديمة جنوب القاهرة، تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتذر الكاهن يوحنا فؤاد راعي كنيسة السيدة العذراء مريم عن مصافحته للواء حمدي بدين قائد قوات الشرطة العسكرية التابعة للجيش خلال القداس قائلا: قبل أن أبدأ أريد أن أعتذر لكم عن حاجة حصلت ليلة رأس السنة والتتمة في هذا الفيديو. الميلاد المجيد، خلص التهاني سيدنا البابا المعظم الأنبا شنودة وسيدنا الأنبا مينا، ربنا ينجيه بالسلامة. خلص التهاني لكل الشعب، وباسمكم بشكر كل اللي بيتعبوا معانا في الشرطة في القوات المسلحة، وبنشكر الإخوة اللي من وفد من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة اللي جم يهنونا من شوية، ونشكر كل اللي تعبوا معانا. الحقيقة طبعا لازم أول قبل ما ابتدي أعتذر لكم على حاجة حصلت يوم ليلة رأس السنة. أثناء وإحنا بنصلي كانت الساعة 12 إلا ربع تقريبا، وبنصلي إضاءة خفيفة شوية كده، فوجئت بإن مجموعة من كبار رجال المجلس العسكري جم. واحد سلم عليا وبسني وقطع عليا، قال لك انا اللي هو حمدي بدين بتاع الشرطة العسكرية. فانا بتأسف انه بوسته سلمته، سلمت عليه، وبتأسف انه ما اتصورت معاه. طبعا هو كان عامل الحركة دي عشان يحسنوا المنظر. طبعا انسان، انتوا لازم تعرفوا ان ابوكوا انسان محترم ولازم يقول الحق، فدول ناس ظلامة وكدبين وحرامية وماسكين الكراسي. مسجل عليا وبتتذاع على النت دلوقتي، ممكن ما تتلاقونيش بكرة الصبح، لازم حد يقول كده. المسيح جه عشان التعبانين، المسيح جه مش عشان نلبس الفورمير بتاعنا ونبقى جايين عند الكافير وفرحانين. جه عشان وسط الغلابة، جه عشان الحق كان ممكن يليسها، لكن تكلفوا انه يجي ويتجسد ويتعب ويتألم. الحقيقة اللي حصل خلال السنة اللي فاتت دي احداث غريبة.
مش قادر خالص اغير رايي. معلش اعتبر ده راي شخصي، اسمعوه وفوتوه. اديني هنتكم بعيد الميلاد وخلاص، الحته اللي بعدها اطفوا كده دوسوا بوز وبعدين اسمعوها بعدين. يا جماعه الحق حق، والابيض ابيض والاسود اسود. الله لا يكيل بمكيالين. ما نزعلش على اولادنا اللي اتهرسوا في ماسبيرو، نفس الوقت ما نزعلش على الولاد اللي اتهرسوا في محمد محمود وقدام مجلس الوزراء. ظلم اللي قتلوا هنا، وظلم اللي قتلوا هنا، وظلم اللي قتلوا هنا. وإلى أخبار قطر وأميرها، أكدت مصادر موريتانية على أن زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني اختتمت دون توديع رسمي من قبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الذي كان قد استقبله بحفاوة عند وصوله للبلاد يوم الخميس الماضي. فيما قالت مصادر موريتانية مطلعة أخرى أن زيارة الشيخ حمد انتهت بطرده من البلاد. وأشارت المصادر أن سبب هذه المشادات أن الأمير القطري نصح ولد عبد العزيز خلال حديث دار بينهما بضرورة إحداث إصلاحات ديمقراطية في البلاد من خلال بسط الحريات وانتهاج سياسة اقتصادية ناجعة، بالإضافة إلى تقريب التيار الإصلاحي الإسلامي والتشاور معه. غير أن هذه النصيحة أثارت حفيظة ولد بن عبد العزيز الذي انتقد السياسة القطرية فيما أسماه تصدير الثورة وتوجيه قناة الجزيرة للتأليب والتحريض ضد الأنظمة العربية، معتبرا أن نصيحة الأمير القطري له بمثابة تدخل في شؤونه الداخلية. وقالت صحيفة السراج الموريتانية أن اللقاء مع أمير قطر عكر مزاج الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وذلك بسبب تقديم أمير قطر لنصائح للرئيس الموريتاني بالإصلاح، وخاصة مع الشيخ محمد ولد الددو، كما طلب منه المساعدة في الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد. وقالت الصحيفة أن الرئيس الموريتاني رد بانفعال على أمير قطر بالهجوم على قطر والتعبير عن التضامن مع بشار الأسد قائلا: إن الشعوب لا تعرف ما تريد، وأن ما يسمى ثورات هي مجرد مؤامرات. وإلى العراق، أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل عقيد في الجيش العراقي وإصابة 3 ضباط آخرين بجروح متفاوتة جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبا عسكريا في بلدة السعدية بمحافظة ديالى شمال شرقي العاصمة بغداد. أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل عقيد في الجيش العراقي وإصابة 3 ضباط آخرين بجروح متفاوتة جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبا عسكريا في بلدة السعدية بمحافظة ديالى شمال شرق العاصمة بغداد. وينضم هذا التفجير إلى سلسلة تفجيرات وعمليات استهدفت مواقع مختلفة في العراق عقب أيام من انسحاب القوات العسكرية الأمريكية نهاية العام الماضي. وإلى إيران، قالت مصادر إيرانية أن إيران بدأت تشغيل محطة لتخصيب اليورانيوم أقيمت في باطن جبل في خطوة تصاعد النزاع النووي بين طهران والغرب. وفي تطور منفصل من شأنه أن يغضب واشنطن، أعلنت إيران أيضا أنها حكمت بالإعدام على إيراني أمريكي اعتقل الشهر الماضي بتهمة التجسس. وقال البيت الأبيض أنه على علم بأنباء الحكم ويتحقق منها. وتأتي هذه التحركات في وقت تسبب فيه العقوبات الأمريكية الجديدة بسبب برنامج طهران النووي صعوبات اقتصادية حقيقية للجمهورية الإسلامية. وقال مسؤول إيراني طلب عدم الكشف عن اسمه لرويترز بدأ التخصيب في فوردو. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا التي فتشت الموقع بدء التخصيب هناك، وقالت إن كل المواد النووية تحت رقابتها.
وإلى السعودية، قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على اتفاقي تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر، يتعلق أحدهما بالدفاع المدني والآخر بمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها. جاء ذلك خلال الجلسة التي ترأسها الملك عبد الله بن عبد العزيز والتي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض. قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على اتفاقي تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر، يتعلق أحدهما بالدفاع المدني والآخر بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها. جاء ذلك خلال الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر الاثنين في قصر اليمامة في مدينة الرياض. ومن أخبار السعودية أيضا، بحث العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في الرياض مع رئيس الوزراء اليمني محمد باسندوة الأوضاع الراهنة في اليمن وكيفية تطبيق المبادرة الخليجية لتسوية الأزمة في البلاد، فضلا عن اتفاق التعاون بين المملكة واليمن. وكان باسندوة قد وصل إلى السعودية يوم أمس في مستهل جولة خليجية برفقة وفد حكومي يضم 7 وزراء في مسعى لحشد دعم سياسي واقتصادي لليمن لمواجهة التحديات التي يعيشها وإنجاز اتفاق التسوية الذي تم توقيعه في الرياض. بحث العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في الرياض مع رئيس الوزراء اليمني محمد باسندوة الأوضاع الراهنة في اليمن وكيفية تطبيق المبادرة الخليجية لتسوية الأزمة في البلاد، فضلا عن اتفاق التعاون بين المملكة واليمن. وكان باسندوة قد وصل في السعودية إلى السعودية يوم أمس في مستهل جولة خليجية برفقة وفد حكومي يضم 7 وزراء في مسعى لحشد دعم سياسي واقتصادي لليمن لمواجهة التحديات التي يعيشها وإنجاز اتفاق التسوية الذي تم توقيعه في الرياض. وإلى الملف السوري، أعلن مصدر في الجيش الكويتي عن تعرض فريق بعثة مراقبي جامعة الدول العربية في سوريا لاعتداء من قبل متظاهرين مجهولين أسفر عن إصابة 2 من الضباط الكويتيين بإصابات طفيفة. من جانبها أدانت الجامعة العربية أعمال العنف ضد أعضاء بعثة المراقبين العرب بعد إصابة 11 منهم بجراح. وأوضحت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان صحفي يوم الثلاثاء 10 يناير كانون الثاني أنه على إثر ذلك تم نقل المصابين إلى المستشفى حيث تلقوا العلاج اللازم وهم الآن في حالة ويتمتعون بصحة جيدة واستأنفوا مهامهم في مقر البعثة بحسب وكالة الأنباء الكويتية. يذكر أن فريق المراقبة والمكون من ضباط من الكويت والإمارات والعراق والمغرب والجزائر تعرض للاعتداء أثناء تحركه يوم الاثنين متوجها إلى مدينة اللاذقية السورية. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على ضرورة وقوف المراقبين العرب ليس فقط على تصرفات الحكومة السورية بل وأيضا على الأعمال التخريبية للتنظيمات المسلحة. وجدد الوزير الروسي في حديث هاتفي مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي تأييد موسكو لجهود بعثة المراقبين العرب في سوريا. من جانبه أطلع العربي الوزير الروسي على نتائج اجتماع اللجنة الخاصة للجامعة العربية الذي عقد في القاهرة يوم 8 يناير كانون الثاني. وأشاد لافروف بنتائج اجتماع القاهرة مؤكدا ضرورة الوقف الفوري للعنف في سوريا بصرف النظر عن الأطراف التي تقوم به. وشدد الوزير على أهمية تركيز بعثة المراقبين العرب ليس فقط على كيفية تنفيذ الحكومة السورية التزاماتها بل وأيضا على النشاط التخريبي للجماعات المسلحة، داعيا المعارضة السورية إلى استنكاره بشدة من أجل تنظيم الحوار الوطني الواسع وفق ما تتطلبه مبادرة الجامعة العربية.
وإلى المزيد من أخبارنا العالمية. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران، لذا فهي تسعى لحشد الدعم الدولي بسبب مضي إيران في برنامجها النووي المثير للجدل. فقد أبلغ وزير الخزانة الأمريكية تيموثي غاتينر نائب رئيس الوزراء الصيني وانغ تشيشان رغبة الولايات المتحدة في بحث المجالات الاقتصادية في الصين التي تشتري ثلث صادرات النفط الإيرانية. تسعى الولايات المتحدة لحشد الدعم الدولي لفرض عقوبات على النفط الإيراني بسبب مضي إيران في برنامجها النووي المثير للجدل. فقد أبلغ وزير الخزانة الأمريكية تيموثي غايتنر نائب رئيس الوزراء الصيني وانغ تشيشان رغبة الولايات المتحدة في بحث المجالات الاقتصادية مع الصين التي تشتري ثلث صادرات النفط الإيرانية، وذلك خلال لقائهما في بكين. دعونا الآن نضع معا خبرنا القادم تحت المجهر. أطلق مدع عسكري بولندي النار على نفسه خلال مؤتمر صحفي حول التحقيق في تحطم الطائرة التي كانت تقل الرئيس الراحل ليخ كاتشينسكي ومجموعة من كبار المسؤولين البولنديين في روسيا عام 2010 التي تعرف بكارثة سمولينسك. ويذكر أن المدعي ميكولاي بريزيبيل الذي أصيب بجروح بالغة وقتها كان يعقد مؤتمرا صحفيا حول القضية حين طلب من الصحفيين الخروج من الغرفة لبضع دقائق كأنه يأخذ استراحة. في toku całej mojej służby zawodowej jako prokurator prokuratury powszechnej, a potem prokurator prokuratury wojskowej, nigdy nie przyniosłem ujmy Rzeczpospolitej Polskiej i bronić będę z całą stanowczością honoru oficera Wojska Polskiego i prokuratora. Dziękuję szanowni państwo, skończyłem, teraz proszę naprawdę o 5 minut przerwy, dajcie mi odetchnąć. Do środka. Będzie ta akcja reanimacyjna cały czas. Informacji, które posiadam, to prokurator żyje. Udzielana jest mu w tej chwili pomoc medyczna w szpitalu. Na miejscu trwają czynności procesowe z udziałem prokuratora i żandarmerii wojskowej. ومن كآبة الأخبار ننتقل معكم الآن إلى إنجازات الرياضة. حسم ريال مدريد تأهله إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد أن جدد فوزه على مضيفه مالاجا بنتيجة 1-0 في إياب الدور 16. وأحرز المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف اللقاء الوحيد من تسديدة باغتت حارس مالاجا في الدقيقة 72. وسيفقد الريال مدافعه ألفارو أربيلو في مواجهة الكأس المقبلة بعدما تعرض للطرد قبل 3 دقائق فقط من نهاية المباراة لحصوله على البطاقة الصفراء للمرة الثانية. Ar fi nevoie de 2 goluri pentru Malaga, la 2-1 Malaga se, tot Malaga se califică, dar degeaba intervine Cavaliero la faza, degeaba intervine la lovitura de cap a lui Cristiano Ronaldo dacă primește golul, un gol în halul ăsta. Va rămâne cu acest gol, nu va mai ști nimeni, nu-și va mai aduce nimeni aminte de... acea intervenție senzațională a lui Cavaliero la lovitura de cap a lui Cristiano Ronaldo. Toată lumea va vorbi.
وإلى كأس فرنسا وخبر رياضي جديد. تأهل مارسيليا حامل اللقب ووصيف بطل الدوري إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الفرنسية لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه كان 3-0 مساء البارحة، وسجل ماتيو فالبوينا هدفين في الدقيقة 57 ولويكريمي في الدقيقة 20 سجلوا الأهداف الثلاث. ننتقل الآن إلى آخر صيحات العلم وأخبار التكنولوجيا. وصلت المركبتان الفضائيتان اللتان أطلقتهما وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إلى القمر، وبدأتا إرسال صور غير مسبوقة لمداره قبيل انطلاقهما في مهمتهما الأساسية لرسم خريطة لحقل الجاذبية في هذا الجرم السماوي. وأفادت الوكالة في بيان على موقعها على الإنترنت عن وصول المركبتين اللتين تعرفان باسم جرايل A وجرايل B إلى القمر، وستنقلان ابتداء من آذار مارس المقبل إشارات إذاعية، وسوف تسمح البيانات التي يتم جمعها بفهم ما يحدث على سطح القمر. وصلت المركبتان الفضائيتان اللتان أطلقتهما وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إلى القمر، وبدأتا إرسال صور غير مسبوقة لمداره قبيل انطلاقهما في مهمتهما الأساسية لرسم خريطة لحقل الجاذبية في هذا الجرم السماوي. وأفادت الوكالة في بيان على موقعها على الإنترنت عن وصول المركبتين اللتين تعرفان باسم جرايل A وجرايل B إلى القمر، وستنقلان ابتداء من آذار مارس المقبل إشارات إذاعية، وسوف تسمح البيانات التي يتم جمعها بفهم ما يحدث تحت سطح القمر. في فقراتنا التالية سنعرف معا إلى أين يمكن أن يصل حب فتاة لنجم تلفزيوني وغرائب وطرائف. قامت متخصصة بالمكياج تدعى بروميس تامانغ فان مؤخرا بتحويل نفسها من امرأة آسيوية إلى مغني الراب دريك بسبب إعجابها الكبير به، وذلك بواسطة بعض الخدع الذكية باستخدام المكياج. قد لا يكون الشبه بينهما كبيرا جدا، ولكن هناك تشابه غريب بين الثنائي ربما من شدة حبها له. Okay, so first I'm going to start with my hair lotion. And I'm going to squeeze a generous amount on my hand. Then I'll apply that on my hair, slick it backwards, and make it look like I have really short hair. Then I'm going to take this black eyeshadow called Blackout from the Naked Palette 2. Using that eyeshadow, I'm going to create a clean and sharp looking hairline. Now I'm taking this bronzer and using it to reshape my face and make it look a little more slender. Time to work on the eyebrows. So I'm taking my favorite eyebrow pencil and thickening my eyebrows about an inch. Next, I'm going to take my favorite contouring eyeshadow from the Naked Palette, and I'm just going to use this to create depth on my eyes. After that, I'm going with this lighter shadow, and this shadow is going to help bring out the feature, so I'm going to apply it on my nose and under my eyebrows. Using the previous brown shadow, I'm going to now contour my nose. To shape the eyes, I'm taking my black liquid eyeliner. Draw a double lid if you need to. And after the double lid, just line up your upper lash line
and create like a lash effect at the end of your eyes. To create the facial hair, I'm taking my black paint and my stippling brush. Stipple lightly for light facial hair. The transformation is almost complete, so I'm just doing the final touches. For the outfit, I just took my husband's clothes, so the black t-shirt and the gray vest. Add a silver necklace if you wish, and the look is complete. ومن أفكار لا تتكرر إلى أحداث لن تتكرر. في مثل هذا اليوم من عام 1920 عصبة الأمم تصادق في أول اجتماع لها على معاهدة فيرساي التي انتهت وأنهت الحرب العالمية الأولى. في مثل هذا اليوم أيضا من عام 1984 الولايات المتحدة والفاتيكان يقيمان علاقات دبلوماسية للمرة الأولى منذ 117 عاما. وفي مثل هذا اليوم أيضا من عام 2006 إيران ترفع أختاما وضعتها الأمم المتحدة على ثلاثة من مراكز الأبحاث النووية. وإلى أحداث لن تتكرر ولن تنسى ولكن من السنكسار. في مثل هذا اليوم من سنة 300 ميلادية تنيح القديس ثاؤونا بابا الإسكندرية السادس عشر. وفي مثل هذا اليوم أيضا استشهد القديس جلينيكوس أسقف أوسيم. تحتفل الكنيسة أيضا في مثل هذا اليوم بتذكار نياحة القديس أنبا ثاؤونا. ترى ما الذي يخبئه لنا كاريكاتور الواقع لهذا اليوم. ما هو مصير مسيحيي الشرق الأوسط إذا استمر الوضع على حاله؟ لنتابع معا هذا الرسم الكاريكاتوري وهو للفنان شفيق بطرس. أعان الله الشعب المسيحي والشعب القبطي الموجود في مصر. ننتقل معكم الآن إلى حكمة الكتاب. حكمة رائعة جديدة من الكتاب المقدس اليوم من المزمور 47 حيث تقول: يا جميع الأمم صفقوا بالأيادي، اهتفوا لله بصوت الابتهاج، لأن الرب علي مخوف، ملك كبير على كل الأرض، يخضع الشعوب تحتنا والأمم تحت أقدامنا، يختار لنا نصيبنا، فخر يعقوب الذي أحبه. وشعب الرب في كل وقت وكل حين يقول أمين. وفي نهاية نشرتنا تذكير بأبرز العناوين. انتخابات المجلس التشريعي المصري والغلبة لمن؟ زيارة أمير قطر لموريتانيا بدأت بحفاوة وانتهت بطرد.
إيران وتشغيل محطة لتخصيب اليورانيوم وإعدام جاسوس أمريكي. تعاون سعودي قطري بمجال الدفاع المدني وحظر الممنوعات. وإصابة 11 مراقبا عربيا في سوريا بجراح. غدا أخبار جديدة ننقلها لكم بكل مصداقية تمام 2:30 ظهرا. كونوا مع قناة الطريق وانتظرونا غدا، وليكن سلام المسيح معكم. في كتير طرق